ليلة ثالثة من ليالي الشمال العنيفة. أجواء ساحة النور في طرابلس استنسخت هذه المرة في مدينة الميناء المجاورة. مواجهات بين الجيش اللبناني ومحتجين سرعان ما تحولت إلى مواجهات عنيفة. ليست المصارف المستهدفة هنا، الأوضاع المعيشية كانت الشرارة، وغضب أهال يطالبون بالإفراج عن أبنائهم الموقوفين بأحداث ليلة أمس. يعني وصلنا لمأساة عجيبة كتير بهالبلد بالميناء، وهي أفقر شيء الميناء، أفقر شيء الميناء. والميناء حضارة، يعني ما أنه هالميناء بتاعت مشاكل بتاعت أشياء، لا لا لا، الميناء حضارة عقد كتير كتير، وشعب فقير، فقر فقير معطر، بتعد من صيد السمك وانت وماشي، أقسم بالله شعب معطر كتير. شرارة الميناء سرعان ما تمددت إلى طرابلس شرقا والبداوي شمالا. بالنسبة اللي صار اليوم بالبداوي بالتبانة، هذا أكبر دليل إنه في كتير أيادي خفية عم تلعب تيمسوا بالآليات العسكرية بالتبانة، يحرقوا السكنة، يعملوا يتركوا، في شيء مش مزبوط. أنا بقناعتي الشخصية ما في شاب أو حيالله مواطن لبناني قلبه على وطنه بيتصرف بالطريقة. هكذا هو المشهد إذن. مواجهات متنقلة باتت شبه يومية، وسط خشية من مخطط لإدخال الجيش في صراع مع أهالي شمال يعتبر أبناؤه خزان المؤسسة العسكرية. إلى مدينة الميناء الساحلية شمال لبنان امتد حراك الشارع في ساحة تتوسطها أشرعة سفن تبحث عن قوارب النجاة من الأعظم كما يقولون هنا. أحمد الهاشمي، العربي، طرابلس شمال لبنان.